شرعي، قنبلة نووية. والله احنا ننصرك، تريد تخدم الاسلام احنا نخدمك ان شاء الله بعيوننا. هذه المشكلة، مشكلة فتور الشباب، قعودهم وقوفهم عن العمل والتبليغ والامر والنهي، كيف نحلها؟ هذا ما نحتاج اليه. اذا اختتم يا اخوة مشكلة اليوم، وهي مشكلة هذه المرأة او قضية هذه المرأة، ضعف الايمان واليقين، الوهم، التمسك بالدنيا والخوف من كلام الناس والغفلة عن الآخرة وعن الحساب وعن النار وعن الجنة. لو عرف الناس الجنة وما فيها لجدوا في طلبها، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ولو عرف الناس النار كأنهم يعاينونها لعادوا إلى طريق التقوى وتابوا وكانوا من الأوابين، كلما وقعوا في خطأ من الصغائر أو الكبائر استغفروا الله عز وجل، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعل وهم يعلمون. يبقى مشكلة هذه المرأة يا إخوة ضعف الإيمان. هي عارفة أن الحجاب واجب. واحد من الشباب يا إخوة بيحكي لي زوجته، أمها يعني حماته، المفروض الحماية هي بقى اللي بتدير الصراع الدولي وهي اللي بتضطهد العريس أو الصهر جوز البنت. الأم الحماية بدأت تتحجب، وإذا بالمرأة تقول عن أمها هي مغفلة. قالت له إيش أعمل إذا أمي مغفلة؟ مشيت مع المغفلين وتحجبت، أنا إيش أسوي؟ فإذا هل مشكلة المرأة يا إخوة هي ما تعرفش إنه الحجاب ما واجب؟ تعرف الحجاب واجب، إلى غير ذلك من الأسئلة التي طرحناها. لب الموضوع، وهذا اقتراح مني لا أفرضه عليكم، ربما واحد من الإخوة يعيد النظر في المسألة ويفيدنا بملاحظاته ويكرمنا بنصيحته لنستخدمها في العلاج إن شاء الله. المشكلة ضعف الإيمان واليقين، وما قدر الله حق قدره. المؤمنين يا إخوة يوم القيامة عندما يذوقون من نعيم الجنة الرائع الذي لا يشوبه كدر ولا ينتهي، يسجدون لله فيؤمر بعدم السجود، أن الآن ثواب ولا عمل. السجود، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. العبادة في الدنيا الآن هذه دار جزاء، فيأمرهم الله عز وجل بعدم السجود. فعندما يقول يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتي، الله أكبر. ده كان بيصلي وبيصوم رمضان في الدنمارك 20 ساعة ويصوم. الزكاة يقول لك أنا مغترب، أريد أن أشتري شقة في بلدي، أريد أن أوفر لبزنس لمصلحة، ويتبرع في سبيل الله. ورغم ما فعل من الطاعات، عندما يذوق نعيم الجنة يسجد المؤمنون لربهم في الجنة ويقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ما عبدناك حق عبادتك؟ ده احنا بنصلي على الهامش، صلي وزيح. اول ما الخطيب يقول السلام عليكم تكون في فودكس فورا، في فواكه وخضار، الحق نفسك. انا وانا جاي المسجد رايت الشاحنات بتنزل البضاعه. اذا الاخوه مشكله هذه المراه هو ضعف الايمان، وعلاجها نجي ايضا نلب الموضوع. العلم كتير والمواعظ والاشرطه، والان عندنا محطه ام بي سي. الإخوة قالوا لي أنت في إحدى الخطب اعترفت وأقريت على كرسي الاعتراف. أنا خفت واحد يزورني في البيت يلاقي طبق التلفزيون يقول يا أبو عبد الله أنت عامل شيخ وبتشوف التلفزيون من ورانا، ما هو الموضوع؟ وقالوا لي أنت قلت حطيت الطبق، لماذا؟ الحقيقة وأثار مشكلة دولية، كل الساعة تليفون يا أبو عبد الله أنت ما شرحت في الخطبة. الإخوة هو اللغة العربية، بعض برامج الأطفال، فحرمنا من أن ننزل الدول العربية وأطفالنا أصبحوا بحاجة، ووازنا الأمور، أرض فساد وضلال، فننتقي بمقدار ما نستفيد إن شاء الله. ونسأل الله تبارك وتعالى الحفظ لنا ولزوجاتنا وذرياتنا جميعا في هذه الديار وفي كل مكان. يبقى مشكلة هذه المرأة يا إخوة الصحبة الطيبة، ضعف الإيمان هنا اللي قوي إيه؟ اللي قوي إيه؟ زمان يا إخوة في السبعينيات كنا نرسل واحدة من إخواتنا المحجبات على جلسة سافرات، النسوان السافرات لابسين من جيب، فتدخل عليهم المرأة المحجبة من غير مواعظ، وعمك الشيخ متولي شعره والشيخ كشف والشيخ فلان والشيخ علان، أبدا، موقف عملي بسيط. تدخل المرأة المحجبة السلام عليكم بأدب واحترام وتجلس، ويا ساتر. فتبدأ النساء الأخريات بالشعور بالنقص والفضيحة، تبدأ كل واحد إيه تشد الملابس حتى تكاد تمزق ثوبها، لأنه أفخاذها عارية
ورأت أمامها امرأة متسترة فشعرت بتأنيب الضمير. يبقى الصحبة الطيبة، العلاج يا إخوة، العلم موجود، التبليغ موجود، الأوامر موجودة. المشكلة ضعف الإيمان، وضعف الإيمان في هذا الحالة يحتاج إلى الصحبة الطيبة. يقول رسولنا عليه الصلاة والسلام: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك يعطيك هبة أو تبتاع منه تشتري منه، وإما أن تجد فيه ريحا طيبة. وإن ما قلبته بتستفيد منه، حامل المسك ريحته طيبة بيبيع لك بيهدينا. وأما نافخ الكير، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. فيا إخواني، هذه خلاصة المشكلة وتحليلها. هذا النوع من النساء بحاجة إلى الصحبة الطيبة. المرأة الربانية لما بتزور الثانية تقول يا أخت احنا نشوف تلفزيون نعمل ايه، فلانة بتبوس فلان، والممثل العلاني زنت مع الممثل العلاني، في وقائع هنشوف مصايب نعمل فيها ايه. المسلمين بيدفعوا فلوس عشان يتأجروا أفلام عربي، واحد بيدفع فلوس عشان يجيب نصوبة لبيته، والله غريب. الواحد بيدفع فلوس بياكل بيشتري فاكهة حلويات ملابس، إنما يجيب مصيبة للبيت. فلما تدخل البيت تقول للأخوات: أرجو يا أخوات، الله عز وجل يقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. يا إما نحكي مع بعض يا إما نشوف التلفزيون، ما ينفعش الاثنين. ما فيش واحد عنده قنوات استقبال تروح تطفي التلفزيون. ما رأيكم يا أخوات أفضل الذكر كتاب الله؟ إيش رأيكم نجيب كل واحدة مصحف نقرأ، نشوف الفاتحة بنقرأها مظبوط، قل أعوذ برب الناس، نقرأ من جزء الثلاثين. طيب إيش رأيكم نفتح رياض الصالحين؟ كيف المرأة تبر أبويها؟ ما هو فائدة بر الوالدين وثوابه؟ فيبدأ المجلس من الصحبة الطيبة كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بحامل المسك. إخواني، أقول لكم بصراحة، إن الرجل الذي يظن أنه بمفرده قادر، كل شيء ليس بعيدا عن قدرة الله عز وجل، إنما نأخذ بالأسباب كبشر. الرجل اللي بيظن أنه لوحده هيقوم زوجته وغلطان. يا أخي المسلم، إن زوجاتك بحاجة إلى صحبة، وإن الله تبارك وتعالى برحمته بنا أمر أزواج النبي: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. أمر النساء أن يتحولن إلى منارات من الهداية والطيبة والأخلاق والفضيلة، لتتأسى بهن النساء الأخريات، وليحدث العون على طاعة الله تبارك وتعالى. هذا نموذج بسيط، واللي عنده مشكلة يراها من عموم ما يشيع في المجتمع. وأنا حضرت حوالي 6 نقط كما قلت لكم في المجال الدعوي والاجتماعي والسياسي وغيرها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نتم رحلتنا هذه مع السلسلة: مشاكل واقعية وحلول شرعية. توبوا إلى الله واستغفروه، إنه التواب الغفور الرحيم. New series today. I have noticed that the response of our Muslims, the members of Muslim community in the West, are not up to standard. There is some sort of reluctance or hesitation to convey the message and to fix the situation among our community. So I found it imperative and a big duty and responsibility to change the policy of khutbah or the tone of khutbah. You remember last time we have been investigating the problems and obstacles within the Islamic movements, the Amrad al-Sahwa al-Islamiyya, the diseases of the reawakening process nowadays. Today, brothers in Islam, I shall select every week one practical problem which is widely spread in the society, put it under the light of Sharia, Islamic doctrine and fiqh, and try to make analysis. My brother in Islam, I do appeal to you, I would like you to have the enthusiasm and motivation to develop yourself, to have the scientific and academic approach of any problem.
Now it's a different way. We have talked in politics more than enough. We have seen events moving very quickly. It's quite difficult to catch up with the development in Bosnia, in Yemen, in the assassination of Mohammed Boudiaf. So let's try to change the policy of Khutbah al-Jum'ah. Every week, brothers in Islam, I will select one problem, I put it in front of you, I will ask you how, if you are in a position to give fatwa or advice or to help another Muslim, what should you do? How you imitate fuqaha? You know that we have Sheikh Al-Barazi conducting a weekly circle in comparative fiqh. We have made an Islamic camp last week. We have a lot of possibilities about Islamic knowledge, how to develop ourselves. But as I have mentioned before, I feel that the response is not satisfactory. That's why this is our new policy. Today, the problem or the question, the practical problems, this is the title of the series, and the Islamic answer, not from sentiment or from your background or traditions. We have to adhere precisely to the authentic Islamic legal approach. If you are in touch with any faqih, if you are a member of an Islamic circle, you will know the ulama, how much time they are spending, the effort they are exerting to go deeply after any problem and to come out with the final fatwa or solution or verdict, as you know. The question today is, what is the limitation or liability of a Muslim man to force his wife or his daughter after puberty age to put on al-hijab or scarf or the Islamic fashion or a dress? What is the limitation? What is the power? We know the law in Denmark does not allow you to force your wife in any aspect, and including your children. Beating is strictly prohibited in Denmark, including the schools. They believe in the free choice, and everyone had the opportunity to believe in something and to do it accordingly. So let's come to our area, we the Muslims. And within our individual sphere, we stop talking about politics, about major issues, and let's come to this practical matter, as I have mentioned. What are the limitations, the responsibility of a man to give orders to his wife? Is it enough just to give order? In your home country, plenty of ulama had stood against the rulers or political regime and they have given order. We have to implement Sharia. We have to follow the commandments of Allah. But nobody is listening to order. Orders, brothers in Islam, is not enough. That's why Allah subhanahu wa ta'ala is giving us a clear lesson about Sayyidina Nuh alayhi salam, who had stayed 950 years among his people, inviting them to embrace the religion and the message of Allah subhanahu wa ta'ala. Some Muslims, because lack of education and experience, they think that it's a matter of orders. Just give orders and everything will be sorted out. It's not the issue to say to a man, riba, ushari is haram, because every one of us will go, we are in the beginning of the month, after this khutbah in Copenhagen, in Vesterbrogade, he will go and enter and a bank which is dealing with ushari, with ghanta, against the law of Allah. You tell him this is haram, don't do it. But nobody will listen. Is it the problem of giving orders? Is Islam and da'wah is so simple that you read a book and you become a big sheikh or alim and you just give orders to people and they have to carry them out? I don't think this is our problem. The second possibility, the analytical approach, how a man can deal with his wife or his daughter or his sister to convince her to put in hijab or scarf or Islamic fashion or a dress. Is it the concept of headship al-qawama, that the man has the final responsibility within the family, as mentioned in Surah An-Nisa, verse number 43, الرجال قوامون على النساء, men are protectors and maintainers of women, because they have been given excellence by the gifts of Allah, maturity and wisdom, I mean between brackets, and secondly, women are anfaqu, and because of the financial aid and sustenance of the family. Is it because the woman is reluctant to obey her husband and to receive orders? She is influenced with the modern secular life. It could be a possibility, but it's not the major issue. Is it, brothers in Islam, the ignorance in Islamic knowledge?
We have here 56,000 Muslim in Denmark. Only 20% are practicing Islam. You ask him, do you pray? He say no. Do you fast? Well, you know, the Ramadan was in summer. I couldn't fast. Do you pay zakah, charity? He say, you know, brother, I have to make savings. Have you performed Hajj this year? You know, the temperature is very high in Mecca. I couldn't afford to go Hajj. And then you ask him, are you a Muslim? Sure, I am a Muslim. He does not pray. He does not give zakah. He does not pray. I'm sure, I'm a good Muslim, of course. He's a Muslim because he claims that he's a Muslim. Nobody can steal Islam or Iman from him, but he is a weak Muslim. So is it ignorance? Do you think that Diyat-ul-Haq in Pakistan does not know about Islam? He knows. He tries to make, alliance between different nationalist and Islamic movements. He knows, he knew about Islam. Do you think now in Turkey, the top political leaders do not know about Islam? They know because they oppress Muslims. They can differentiate. This is Islam, we have to kill it and to finish it. This is secularism, we have to encourage it. So they know what Islam is and what secularism is. So everybody knows now. This morning, I was in a Gladsaxe, Voxna, on a visiting center. Ladies from Denmark are putting questions for 3 hours about Islam. All of them, Danes absolutely, they know that hijab is an obligation in Islam. Do you think now that women do not know that hijab is an Islamic obligation? Do you think that political life, we don't know that political life should be adjusted to Islam? We know that. Is it the matter of lack of knowledge? It could be in some occasions, but fortunately, videotapes, books, lectures. Last week, we have a summer camp, Islamic one. Scholars from Syria, from Jordan, from Egypt had come. From Britain, those who are acquainted with the Western situation came to deliver lectures. We have a lot of opportunities to know about Islam. I think my judgment that the majority of people now know a lot about Islam. So brothers in Islam, what the problem is? What about this woman? A weak wife or a weak daughter or a weak sister? Brothers in Islam, I think my analysis, it's a matter of analysis, that it is weakness in faith. The faith in Allah, trust in Allah, the fear of Allah, piety, at-taqwa. It's the negligence of the hereafter, al-ghafla an al-yawm al-akhir, that people are not aware about the reward, the paradise. They do not work hard to get it, the way they wake up in the morning to catch their job and to get the money and salary, etc., etc. It's the weakness in Iman. How we can strengthen? There are a lot of things. To read Quran, to visit the tombs, graveyard, to see the dead people, to attend or to participate in the funeral rituals, to bury a certain man, so or a person, when you attend, you see people dying, you will remember the minute of death. These are a lot of tools written in Quran, described in Sunnah, and introduced to us by ulama of Tarbiyah in different circles. But brothers in Islam, let's move quickly because time is very short and we have to pray and the climate is very hot. This woman, she is weak in her iman or belief or faith because she hasn't gotten a good company, a people, a woman who can inspire her, who can support her, who can encourage her, who can provide her with the atmosphere to implement Islam. Just I was telling my Arab brothers about the early 70s. When we start to tell people about hijab and other ulama, we have all of our houses, women are not putting scarf, they have malabis safira, exposed fashions, indecent fashions and so on. What we used to do, not to give videotapes or Islamic magazines, because such kind of women are so careless, disinterested in such sin. We send one single good woman, she is putting hijab and scarf, to visit this group of women. All of a sudden, they will make a comparison. They have dresses like that, the chest is exposed, the thighs are exposed, and one woman is entering the hall, the room, and she is covered. They will make a quick comparison, and they will start to cover themselves and to see about their mistake and their weaknesses. So brothers in Islam, very shortly, the remedy of such women and the similar cases is the good company. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had insisted about that. Hijrah,
have been legalized from Mecca and Medina to distinguish the Islamic pious society. Muslims should leave the Kafir society in Mecca, should be distinguished, separated, segregated from the Kafir society, and to support each other and cooperate for the implementation of Islam. The idea and concept of company, this is the real medicine for any weak woman and weak man, and may Allah help us to understand Islam. اللهم فقهنا في ديننا وألهمنا رشدنا وثبت على طريق الحق أقدامنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم املأ قلوبنا بحبك وبحب طاعتك وبحب نبيك وحب اتباع سنته. اللهم أعزنا بالتمسك بدينك.